بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم فوائد النورانية الروحانيات المجربة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمنية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية، صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العليا، من اندرجت النبيون تحت لواءه فهم منه وإليه، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأميت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، إذا قدر الله وشاء واستفدت من الفائدة فضلا وليس أمرا، أسألك الدعاء والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على وضع الكل، يصلك كل فائدة جديدة مجربة بإذن الله. وأذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله عز وجل والصدق والبساطة وبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد. فائدة اليوم إن شاء الله النهاردة اسمها كالآتي: بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاث أسماء عظام، ثلاث أسماء عظام للقبول وقضاء الحوائج: دعاء مستجاب إن شاء الله. إيه هما الثلاث أسماء؟ إحنا مستعينين بالله وبأسماء الله العظيمة من لغة السريانية: حو سمن دو سمن برا سمن. يا محمد، الأسماء غريبة زي ما تعودنا، مش ناخد أي أسماء ونكتبها وخلاص، لازم أعرف مصدرها وأعرف إنها شرعية ومصدرها إيه بالضبط. حوسم معناه الرحمن، دوسم معناه الرحيم، براسم معناه الظهير، الشرح. واحد: إخراج صدقة بنية نجاح الأمر. اثنين: نقش الأسماء الثلاثة على معدن شريف. يعني ايه معدن شريف؟ يعني فضة للرجل وذهب للسيدة، أول يوم أحد في الشهر العربي بعد صلاة العصر مباشرة. ثلاثة: صرف عمار
زائد تحصين. الخطوة الرابعة تلاوت الأسماء على الخاتم 1000 مرة يوميا لمدة أسبوع. الخطوة الخامسة بخور عودة زائد مستكة تركي زائد صندل، صندل أبيض، لأن أنت عندك صندل أبيض عندك صندل أحمر، صندل أبيض ثم يحمل الخاتم على طهارة 1000 مرة نال سرور عظيما وكان وجيها. ولا يتوجه لحاجة إلا قضيت وتيسر له الأمور بإذن الله، بإذن الله تعالى، لأن احنا متفقين الله الأول والآخر. دي فايدتنا. مراجعة على السريع. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 أسماء عظام للقبول وقضاء الحوائج. دعاء مستجاب. 3 أسماء هما أسماء الله باللغة السريانية: حوسمن، دوسمن، براسمن. حوسمن قلنا معنى الرحمن، دوسمن معنى الرحيم، براسمن الظهير. خلاص اطمنا ان احنا ماشيين صح ودي اسماء الله. طيب تمام. اخراج صدقة بنية نجاح الامر. اخرج صدقة بقدر طاقتك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. 2 الاسماء الثلاثة دول حسمن دوسمن براسمن انقشهم على معدن شريف. ايه يا ابو محمد المعدن الشريف؟ الذهب والفضة. طبعا احنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الرجال فضة وذهب للسيدة، ده واحدة ست اللي هتعمل الحكاية دي. طيب هي ما عندهاش مقدرة على ذهب، تعمل فضة. يعني هنا الفضة مشترك للرجال، يعني أساسي للرجال واستثناء للنساء، والذهب للسيدات. ويجوز ان السيدة ما تعملها على فضة لو ما عندهاش مقدرة تجيب الذهب. خلاص، لان الدين يسر وليس عسر، والروحانية جزء من الدين، الروحانية جزء من الدين، يسر وليس عسر. اول يوم حد، ارصد اول يوم حد في الشهر العربي بعد صلاة العصر مباشرة، تروح للسائر تكون جاهز بعد العصر مباشرة، تصلي العصر ينقش 3 أسماء دول، مش مطلوب منك حاجة أكثر من كده، على الخاتم. هتروح في أي وقت بقى، العصر، المغرب، بعد العشاء، استعين بالله. يعني أنت جيت من عند السائر اللي بينقش، تروح العصر مكانك بعيد، روحت بعد المغرب، روحت بعد العشاء، لا بأس، بس في نفس اليوم، يوم الحد، عايز تشتغل بعد المغرب، ماشي، بعد العشاء ماشي، تقعد تصلي
وجاهد مجهز حاجتك جنب منك، وتتلو الأسماء الشريفة على الخاتم، تحط الخاتم تمسكه في إيدك أو تحطه قدامك أو تعلقه في قدامك، وتتلي عليه الأسماء دي 1000 مرة، الأسماء الثلاثة دول، حوسمن، قول ورايا عشان تعرف، حوسمن دوسمن براسمن، ومعناهم بالعربي عرفنا، تقرأهم 1000 مرة يوميا لمدة أسبوع. وبخور وانت شغال، عودة مستكة تركي، صندل أبيض، يعني في صندل تاني صندل أحمر، صندل أبيض. 6، البس بقى الخاتم بعد اليوم السابع. بعد اليوم انت كده جهز وروحانيته لبست فيه وعوالمه سبحت، عوالم الأسماء سبحت معاك بالأسماء، والروحانية لبسته خلاص بإذن الله الواحد الأحد. ودايما حافظ انك انت تكون لابسه على طهارة تامة. طب انت في الشغل، انت في الكلية، انت مش عارف ايه، وانت لابسه عايز تكرم عزكم الله، تخش الحمام، دعه لفه في منديل حطه في جيبك، لا بأس، اخرج البسه، المهم تكون على طهارة تامة. المقصود الطهارة التامة انك تكون طاهر، يعني ما تكونش في وليعوذ بالله جنابة. من فعل ذلك نال سرور عظيما، بقيت فرحان كده مبسوط، وكان وجيها مقبول، ولا يتوجه لحاجة إلا قضيت وتيسر له الأمور بإذن الله تعالى، وما تخرجش ربنا برا المعادلة. الله الأول والآخر، بدون إذن الله لا إنس ولا ملك ولا جن ولا الكون كله هيعرف يساعدك. بإذن الله، الله الأول والآخر. وأنا بزيد وبعيد في كل فيديو، بركز دايما في أول مقدمة على إيه؟ أذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله عز وجل والصدق والبساطة وبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد. في حسن اعتقاد برب العباد هيحصل المراد. مزعزع ما فيش حاجة تحصل وما تعملش حاجة أصلا. عزيمتك قوية، إيمانك قوي، قلبك وعقلك مليانين بنور الله وإيمان بالله، تشق الجبل بإذن الله. أرجو من الله سبحانه وتعالى إني أكون أفدتكم وأرشدتكم إلى ما فيه الخير والصواب، وإلى ما يحبه ويرضاه، وإلى أن ألقاكم على خير إن شاء الله مع فائدة جديدة مجربة بإذن الله. التواصل معي على الواتس فقط، من 10 صباحا إلى 8 مساء يوميا على الجمعة. وفي رعاية الله وأمنه وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.